شايف الاهلي ازاي في كاس العالم للانديه؟ بص، انا يمكن هو دايما الاهلي كان معودنا ومعود جماهيره والناس كلها ان هو بيفصل ما بين البطولات. يعني هو يعني فصل بطولة افريقيا، بطولة العالم، الدوري المصري، كاس مصر، بيبقى فيه فصل ما بين البطولات نفسها. لكن في علامات استفهام كتير جدا على النادي الاهلي في الاربع خمس مباريات، مش عاوز اقول من اول الموسم، لكن في وضع معين الفترة الأخيرة بالكامل. بصراحة يعني. ويمكن انا كنت بقولها معاك برضو، شخصية النادي الاهلي وشخصية فرقة الكورة في النادي الاهلي مش واضحة دلوقتي. الاسباب بتاعتها معروفة، عدم الاستقرار الفني اللي داخل الملعب برضو كان واضح جدا. في بعض المراكز كان عليها كلام كتير جدا، دفاعيا وهجوميا. يمكن لما لو ابتدينا من الجزء اللي فوق او الجزء الهجومي، النادي الاهلي لابد من وجود مهاجم صريح في الفرقه. يعني برضو وجود كهربا في ان هو بيلعب كمهاجم برضو ده مش صح، لان هو عنده مباريات كتير جدا، لان ساعات كهربا برضو ما بيبقاش في نفس التفوق اللي بيبقى موجود عليه في مباريات كتير جدا. في نفس الوقت في فقدان ثقه موجوده عند بعض اللعيبه اللي في النادي الاهلي، يمكن صلاح محسن اولهم. يعني في فقدان ثقه المدرب مش مقتنع ما بين الاثنين. يعني المدرب مش مقتنع بلعيبه فبيبعدهم. احمد عبد القادر واللعيبه دي المفروض، او احمد عبد القادر بشكل خاص من اللعيبه المميزه جدا يعني في الجانب الهجومي، بس هو اتعور لما كمان. بيبقى لكن قبل يعني العضله الخلفيه يعني ممكن نقول دي يعني اصابه، ممكن زعل يعني ممكن مش عاوز اقول ممكن ما يكونش في اصابه، لكن هو واخد على يعني ان هو برضو ان هو استبعد من وجوده في كاس عالم انديه، برضو دي ممكن يبقى ليها تاثير سلبي بشكل كبير. ان هو في الاوقات الاخيره دي كان بيتقال ان هو مش هيكمل مع النادي الاهلي. لكن في حاجات فنيه في النادي الاهلي دفاعيا كمان. يعني انت علي معلول في المباراه حتى لما كان مصاب وكان بيلعب كريم دبيس، لما رجع علي معلول برضو بتحس انه مش فت. فالمفروض الناس كانت بتقول ليه ما ياخدش برضو الدفع بتاعت كريم دبيسي يبقى موجود، برضو بيخلق لنفسه لاعب جديد في مركز انت محتاجه وبتحاول ان انت تدعمه في الفترات اللي جايه. يعني شخصيه النادي الاهلي، روح النادي الاهلي في الملعب في بدايات المباريات كان معروف الضغط بتاعت النادي الاهلي، انه بيستفيد من اي اخطاء بيقع فيها الفريق المنافس من الضغط العالي اللي بيعمله. لكن إضاعة الفرص بالشكل اللي انت بتشوفه في كل مباريات النادي الأهلي في على مدار التسعين دقيقة كتير جدا، فده بيدفع ثمنها كولر نفسه. فبرضه هو ما بيبقاش تحس ان مش زي السنة اللي فاتت. كريم من السنة اللي فاتت تحس ان كان كولر بيقرا المباراة كويس قوي، تغييراته في توقيتاتها كويسة. دلوقتي كولر بقى الدقيقة 70 بتعرف ان في تغييرة، تيجي بقى الدقيقة 50، الدقيقة 45. يعني المرة الوحيدة اللي عمل فيها تغييرة وأفادت الفرقة لما عمل التغييرة بتاعت إمام عاشور ونزل قفشة مكانه بداية من الشوط الثاني. قفشة وبيرسي تاو. بالظبط. ماتش ميديام وغاني. عمل فرق شوية في الناحية الهجومية. فهو برضو مصمم على التغييرات في الدقيقة 70، يعني بيبقى ناقص 20 دقيقة. فاللاعب حتى كمان لما بيبتدي يخش في الجو بتاع المباراة بيكون الوقت برضو يعني 20 دقيقة دي بتبقى قليلة جدا. عنده تصميم غير عادي على مودست. ان يلعب في اخر 10 دقايق، طب انت حتى لو عايز تلعبه لعبه مده اطول شويه، لكن انت بتنزله في الدقيقه، المباراه اللي فاتت نزله في الدقيقه 78. يعني 12 دقيقه حتى لو في 5 دقايق كمان، يعني بتلعبه ربع ساعه. مين اللاعب اللي هو ده لو لعيب فت و 100% وعنده سرعات وعنده استغلال للفرص وبيقدر يجيب جون من نص فرصه، ممكن تنزله في نص ساعه عشان يقدر. ده مودست بعيد عن كل اللي انا قلته، ده عكس اللي انا قلته. فكمان هو مش هيقدر يعمل الكلام ده. ففي حاجات فنيه كتير جدا موجوده في الملعب. طيب حضرتك قلت لي من شويه ان الاهلي بيفصل ما بين الدوري طبعا، حتى بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه بيبقى التركيز اكبر في كاس العالم للانديه. هل الاهلي هيقدر يعمل كده المره دي، خصوصا ان هو مسافر وحالته مش كويسه معنويا يعني. معنويا هم مش هيقدر يعمل كده، لكن لازم يتجهزوا نفسهم لكده. خصوصا ان هو هيلعب المباراه هيكون شاف الطرفين اللي ممكن يقابلهم، اتحاد جده واوكلاند سيتي. فالطرفين ماتش بكره الساعه 8 وهو هيلعب يوم 15 يعني يوم الجمعه، يوم الجمعه اللي جاي الساعه 3. ربيعه محمد عبد المنعم ربيعه ولا ياسر ابراهيم؟
ربيعه او ياسر، يعني هما الاثنين قريبين جدا من بعض. دي حد اللي هيحددها هو المدير الفني حسب حاله كل واحد وتفاهمه مع بعض، لكن هما الثلاثه لعبوا جنب بعض. فاي اثنين يعني مش هتفرق، ما لكن متهيألي هيبقى محمد عبد المنعم الاساسي وواحد من الاثنين التانيين. عندك مروان، عندك اليو ديانج الثلاثي اللي في الهجومي، بيرسي تاو، حسين الشحات، حسين كهرب وكهربا، وامام عاشور ولا قفشه؟ لا ممكن يبتدي بامام. ممكن يبتدي بامام. انت محتاج برضه يبقى عندك سرعات كتير جدا في المباراه من بدايه المباراه، وعندك تامين في وسط ملعبك بشكل كويس. وعلى فكره ممكن في وقت من الاوقات يلعب بثلاثه في نص الملعب، اللي هو يبقى امام ناحيه اليمين، اللي ده ناحيه الشمال، ومروان هو اللي في قلب وسط الملعب. ممكن تبقى كده برضو، دي ممكن تبقى فيها اجاده كويسه بشكل كويس. التغييرات بقى انت عندك بره نفس المجموعه اللي هي بتنزل، اذا كان طاهر، قفشه، مودست لو طبعا يعني برضه هياخد فرصته في احمد نبيل كوكا، وفي عمرو السوليه، وفي كذا يعني عمرو برضه انا يعني حابب عمرو من اللعيبه المميزه جدا في وسط الملعب. أيوة. لكن وقت الدفع بيه لازم يبقى توقيت صح عشان ما تخسروش لما ينزل من بدايه الملعب. طيب كابتن اشرف قاسم، قبل ما اسيب الاهلي طبعا مش هنقدر نتكلم في توقعات الاهلي هيعمل ايه يوم الجمعه غير ما نشوف المنافس اللي هيلعب بكره، هنتفرج على ماتش اتحاد جده واوكلاند سيتي، وبعدين نبدا نشوف ونقيم ايه اللي ممكن يحصل. انا بقول لك ممكن يبقى في مفاجاه في المباراه دي. انت شايف ان في مش عارف حاسس كده يعني، هو الاحساس ان الناس كلها بتروح على فرقه معينه وسايبين ان الفرقه الثانيه برضو ممكن يكون ليها حظوظ. وبرضو نتيجه اخر مباراه بالنسبه لاتحاد جده، اتحاد جده ساعات ماتش ضمك كان فيه لعيبه كتيره مصابه ما لعبتش. ماشي هنشوف. فبكره بيقول لك يعني جاهزين للموضوع. يعني هو اكيد الناس كلها هتتمنى ان اوكلاند عشان ما يلعبش ضد الاهلي. بالظبط خلينا نشوف بكره. نشوف هي دي اللي اتحدد فعلا. ماشي. صح.